كل المجتمعات عندها القدرة على تنمية مناطقة أو بلداتها والمساهمة بالاستقرار الاجتماعي، والمشاركة المجتمعية هي نقطة الانطلاق. كيف بيتم هيدا الشيء؟ تعاون السلطات المحلية يعني البلدية مع أعضاء المجتمع المحلي من كل الأطياف والخلفيات كتير أساسي لتعزيز الاستقرار الاجتماعي. الناس بتعرف حاجاتها وعندها القدرة إنها تحلل، بس محتاجة لمساحة، مساحة بتجمع الناس والسلطة المحلية ليطوروا رؤية موحدة لمنطقتهم. من هون طور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مسار آليات الاستقرار والتنمية المحلية. المسار نهج بيساهم ببناء الثقة بين المواطن والسلطة المحلية من خلال معالجة أسباب المشاكل الموجودة والتفكير بالحلول بطريقة تشاركية. مراحل هالمسار: 1. تعريف البلدية والمجتمع المحلي على المسار وأهدافه. 2. تشكيل لجنة محلية مؤلفة من البلدية ومختلف فئات المجتمع وتعزيز قدراتها ومهاراتها. 3. تحليل واقع البلدة من قبل اللجنة. 4. تطوير خطة تنمية محلية بتجاوب على التحديات والمشاكل وبتساهم بالاستقرار المحلي بمشاركة الكل. 5. اختيار مشروع من قبل اللجنة بيعتبر أولوية للتنفيذ كاستجابة لتخطي بعض التحديات ومساعدة اللجنة لتنفيذ أنشطة ومبادرات اجتماعية كمان. التنمية عملية مستمرة، من هيك استدامة المسار هدف، فدور اللجنة المؤلفة من البلدية والمجتمع المحلي إنه تحمل الخطة التنموية وتسعى لتنفيذ تدخلات بتساهم بتعزيز الاستقرار الاجتماعي بالبلدة هو الأساس.